ذهب إلى بئر العبد في الضاحية الجنوبية لتفقد الحدث، فأضحى خبر الاعتداء عليه هو الحدث. بالحجارة وعبوات المياه الفارغة رشق وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في المحلة التي وقع فيها التفجير. عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المولجة حماية شربل وعناصر من حزب الله عملوا على سحب وزير الداخلية من بين الحشود الغاضبة التي حاصرته بإطلاقهم النار في الهواء، ما أدى إلى إصابة شاب في بطنه. وبحسب المعلومات فإن وزير الداخلية احتمى في أحد المباني السكنية وسط حراسة أمنية مشددة، وبعد برهة تم إخراجه من باب خلفي للمبنى، فيما واصل عدد من الشبان محاصرتهم أحد المباني لاعتقادهم بوجود شربل في داخله. وكان وزير الداخلية وفور وصوله إلى مكان الحادث أكد أن هناك من يحاول خلق فتنة سنية شيعية. خلق فتنة طائفية، فتنة سنية شيعية، هذا هو اللي عم بيحاولوه، بس بقدر بقول لك إنه لا السني رح يقبلوا ولا الشيعة رح يقبلوا. وقال شربل لا يمكن معرفة الهدف من هذا التفجير، ويجب انتظار التحقيقات لمعرفة أسبابه وخلفياته.